اهلا بكم، والجزء الاخير من حلقه اللادي، ولقاء كل يوم اثنين عشان علي ما يطلعش فيا. انا بتلخبط في الايام يا علي، والله بنساها حتى اسمها. وهو لقاء دائم ان شاء الله، وربنا يديمه، لانه انا شخصيا بتعلم من اللقاء ده بحب وبرغبه. ولما زمايلنا رئيس تحرير فكر في الفقرات دي، اللي منها فقره الاستاذ الزميل ابو بكر خلاف، واللي منها فقره الدكتور جمال عبد الستار، واللي منها فقره استاذنا الكبير محمد الهامي، انا انبسطت جدا، لان انا شايف انه التاريخ مش زي ما قال صامويل بيكيت اللي اتكلمنا عنه بتاع مسرحيه في انتظار جودو، وعنده راي كده غبي بيقول فيها ان رحله الانسان بين ثلاث ظلمات، من ظلمه الرحم الى ظلمه القبر مرورا بظلمه الحياه. انا مش مؤمن بالمقوله دي، وانا شايف ان الحياه واسعه جدا، وانها زي مسرحيات الخالده بتاعت شكسبير، بيعاد احيانا النص لكن بممثلين اخرين، وده اللي بيسعدني في الفقره دي. خليني ارحب بالاستاذ الباحث في تاريخ الحضاره الاسلاميه، الاستاذ محمد الهامي. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد، جزاكم الله خيرا على هذه المقدمه. لا انت استاذ كبير حقيقه، وانا بستفيد وبتعلم منك كتير جدا. الله يعزك يا رب. وعلى فكره انت ظاهره صحيه بالنسبه لي. اسوأ شيء انا بحس فيه ان الانسان يفقد شغفه بالحاجه، او يحس انه خلاص ما عادش في تجديد يتعلمه، ساعتها الانسان يبقى مات. لكن طول ما بقى حاسين ان احنا لسه بنتعلم، انا بشعر دي حاجه صحيه جدا وحاجه رائعه جدا، وده بحسها معاك بصراحه. الله يكرمك. تسلم. كنا الحلقه اللي فاتت وقفنا عند مشهدين، خلينا نفكر الساده المشاهدين على طريقه المسلسلات بما حدث في الحلقه اللي فاتت. نشوف كده التاريخ. التاريخ لو حصل ان احنا فضلنا ساكتين على اللي حصل ده، هنوصل للمرحله دي بلا شك. بس هنسخط في ايد مين بقى؟ مفيش ايزابيلا وفرناندو. في ترامب، في بوش، في كلينتون. لا، وفي الجماعه الصهاينه. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. على كل حال، في نهايه الحلقه، على امل باللقاء واستكمال الحلقه والحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي، هنشوف مشهدين من الاندلس، ازاي الاندلس تمسك البعض بديانتهم، والمشهد الثاني كيف تحولت الاندلس الى مسيحيه بالكامل ان شاء الله. بقى اشكر الشكر. طيب، ده كان الحلقه اللي فاتت. ده شغل عالي جدا ده. الله يخليك، ده شغل عالي بك انت. الله يكرمك. ازاي بقى يعني هناخد المشهد الاول، كيف تمسك الموريسكيين، وليه تسموا موريسكيين بالاسلام، وايه مظاهر والقصص اللي انت كاتبها في الكتاب؟ قعدت اقراها النهارده، ممتعه ومشوقه جدا. بعض الناس يقول لك انت الفتها، لكن انت جايبها من احد المستشرقين. كلمنا على ازاي بدا، ليه الاول اتسموا موريسكيين؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا، هي طبعا انا ما بفهمش في اللغه الاسبانيه، لكن على حد علمي يعني من الحاجات اللي قريتها، موريسكيين هي تصغير كلمه المسلمين. يعني هو تقريبا اسمها بالاسباني موريكو. المسلم اسمه موريكو، فلما يبقى اسمه موريسكو يبقى تصغير للمسلمين، فمعناها المسلمين الاذلاء او المسلمين الضعفاء. ويترجم احيانا بالعربيه المدجنين. يعني سمي الموريسكيين باعتبار ان هم ايه، تصغير للمسلمين، يعني المسلمين الاذلاء او المسلمين الضعفاء او المغلوبين يعني. او المغلوبين. ثم وبعض الكتابات الاسبانيه، وحتى بعض الكتابات التي تترجم عنهم او التي المؤرخين العرب بيكتبوها تاثرا بالمستشرقين، كلمه الموريسكيين دي بتعم كل الاندلسيين حتى في فترات قوتهم. يعني احيانا كلمه الموريسكيين دي تسمعها في بعض الافلام الوثائقيه او في بعض الكتب فتعني كل المسلمين. كل الفتره الاندلسيه يعني. لكن هي الحقيقه انها تطلق بالذات على الفتره دي لما بعد سقوط الاندلس، علشان كده سموا الموريسكيين. طيب، ناخد المشهد الاول، كيف تمسك المسلمين في الاندلس بعد اقتحام يعني خلاص بقت الاندلس كلها اسبانيه يعني او اسبان. هو الحقيقه طبعا فتره محاكم التفتيش دي هي من اشد الفترات اللي ممكن اي حد يقراها. انا اتذكر يعني اي حد اتصور ممكن يفتح كتاب او مرجع بيحكي الفتره دي لا يملك نفسه من البكاء. وطبعا لازم نقول الأول أن محاكم التفتيش دي أحد بنات الحضارة الغربية. وأحد بنات الحضارة المسيحية لو صح التعبير، لأنه الذين أنشأوها وأصحاب فكرتها وأداروها
هم القساوسة والرهبان، وهي أحد العلامات السوداء في التاريخ الإنساني كله. وفي ذلك الوقت كان عندنا نقدر نقول كده إيه، علامتين سوداوين كبيرتين في. أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقطعك، هو بعض الناس هيقول لك ده رأيك لأن المسلمين هم اللي اتذلوا واتعملوا عليهم التعذيب. لا مش المسلمين، لكن بس أنا بس عايز أقول إن نابليون قال الرأي ده. نعم، بس هو مش المسلمين بس اللي اتذلوا، هي محاكم التفتيش اللي كانت في إسبانيا هي أصلا نشأت في ضمن السياق الكاثوليكي، وأول ما نشأت ما نشأتش علشان المسلمين، يعني أول ما نشأت كانت نشأت في إيطاليا وفي فرنسا وفي ألمانيا مش في إسبانيا. وكانت بتطارد فئة ملحدة كده اسمهم الألبيين، أنا الحقيقة ما أعرفش عنهم معلومات كتير، بس يعني وأنا بتتبع تاريخ محاكم التفتيش لقيت أن أول ما نشأت نشأت في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي علشان تطارد هذه الفئة الملحدة. وبعدين بدأت تتتبع كل الذي ليس على الكاثوليكية، مين هم بقى دول؟ منهم المسلمين طبعا، ومنهم اليهود، ومنهم البروتستانت، لأن البروتستانت هي في حقيقتها انقلاب على الكاثوليكية. يعني مارتن لوثر أصله وأصل حركته يعني اللي هي تسمى حركة الإصلاح، يعني حركة إصلاح الكاثوليكية، حركة إصلاح الدين البابوي اللي هو كان الكاثوليكية. فالمحاكم، فالكنائس الكاثوليكية لما أنشأت هذه المحاكم التفتيش أصلا نشأت حتى في الأديرة، يعني أديرة الآباء الدومينيكان وأديرة الآباء الفرنسيسكان هي دي أول ظهور لمحاكم التفتيش، كانت بتنشأ الأول كده مع كل قضية، عارف يعني لما يجي لنا بلاغ تنعقد محكمة وبعدين تنفض. لكن بعد كده مع تطور مطاردتهم لكل هذه الآراء أو الفرق المخالفة صارت محاكم يعني مستقلة ومنشأة ومنعقدة بشكل دائم ولها أنظمتها وقوانينها. بس أنت قلت في الكتاب ده، ما عارفش صفحة كام، نسيت الصفحة دلوقتي، إن البابا أدريان هو اللي وضع كتاب أو فتاوى للتفتيش، بدليل إن هم جم في قضية اضطروا يروحوا للبابا أو حد يروح وفد عايز يروح يقابل البابا عشان يسأله عن الفتوى. فإذا البابا أدريان نفسه، لا هو البابا ده كان أصدر فتوى، نقدر نقول فتوى مرققة مخففة كده بتقول إنه ما ينفعش تبلغوا، يعني ما ينفعش تبلغوا إلا في حالة التلبس بالبدع. هو ليه عمل كده؟ لأن كل اللي كان بيكره حد كان بيبلغ عنه، وأي حد يجي عنه بلاغ أو شبهة بلاغ بيدخل في المفرمة بتاعت محاكم التفتيش. فبقى في ناس كتير جدا، يعني طبعا ده بيعمل أزمات اجتماعية وأزمات اقتصادية. هو أصلا إيه اللي خلى الإسبان يتمسكوا بوجود المسلمين للفترة الأولى؟ لأنه المسلمين دول هم أهل العلوم والفنون والصنائع والمعارف، مجهودهم في الزراعة والصناعة والتجارة مجهود لو انتهى تماما تسقط إسبانيا. فعلشان كده هم أرادوا بقاء هذه العناصر البشرية. فلما كان كل واحد بيبلغ عن حد بيروح داخل في مفرمة محاكم التفتيش، فهو أصدر فتوى إنه ما ينفعش تبلغ إلا تضبط متلبس، إلا لما يضبط متلبس. وإني اللي مش عايز يشرب الخمر أو اللي ما بيأكلش لحم خنزير ده لا يعد دليل كافي على إنه مسلم، أو اللي بيذبح الفراخ أو الحاجات اللي ممكن تكون الإسلاميين بيعملوها. لا لا، بس هي الفتوى بتاعت أدريان دي كانت متعلقة بشرب الخمر وعدم أكل لحم الخنزير. يعني بيقول مش شرط إن اللي مش عايز يشرب خمر أو مش عايز يأكل لحم خنزير يبقى مسلم، مش شرط ده، يعني ده لا يعد دليلا كافيا عشان تبلغ. فالمسلمين في ذلك الوقت حاولوا يحصلوا على الفتوى دي مطبوعة أو يحصلوا على تأكيد لهذه الفتوى. فهو أول ما يعني خد باله إن هم عايزين التأكيد هذه الفتوى علشان تبقى ثغرة قانونية للمسلمين فامتنع عن إصدارها. ودي كانت في قضية من القضايا اللي في قضية من القضايا. بس هو يعني لو أنا علشان يبقى في الصورة العامة الأول واضحة بالنسبة للناس، إنه إسبانيا في ذلك الوقت كانت بدأت تكتشف، يعني طبعا رحلات كولومبوس بدأت تكتشف الأمريكتين. فاكتشاف الأمريكتين ده تلاه العصر الذي يسمى عصر الكشوف الجغرافية، وهو على الأحرى عصر الاستعمار اللي هو بداية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وبداية السيطرة على السواحل الغربية والجنوبية في إفريقيا والسواحل الشرقية ثم السواحل الجنوبية في آسيا. بس الناس ممكن ما تاخدش بالها، فلو علي كتر خيرك تجيب خريطة. لانه احد الاساتذه دايما انسى اسم الراجل ده اللي كاتب كتاب الحضاره،
قصة الحضارة؟ لا الحضارة بس. ده حسين أستاذ مؤنس؟ لا لا ده أستاذ في هارفارد كاتب حاجة عن كده في الكشوف إزاي كانوا بيحرقوا مراكب المسلمين بالكامل. فده معناه إن هم وصلوا للشاطئ الشرقي من إفريقيا اللي بيربطهم بجزء من آسيا اللي هي جدة والمكة. صحيح هم وصلوا لكل الشواطئ أو إفريقيا أو يعني العالم. عشان بس كلمة الأستاذ محمد هو بيقول إنهم استولوا على الشاطئ اكتشفوا رأس الرجاء الصالح وبدأت تظهر الإمبراطوريات البحرية اللي هي عمادها البحر. يعني الإمبراطوريات اللي بتبقى مدن ساحلية على البحر. فهنا بدأت حركة استعباد الأفارقة. فإحنا كنا عايشين في القرن السادس عشر ده أو السادس يعني آخر السادس عشر القرن السادس عشر نعم ثم القرن السابع عشر هي قرون استعباد الأفارقة وقرون محاكم التفتيش. فإحنا كنا قدام اكتشفوا أمريكتين بقى فعايزين عبيد علشان يزرعوا ويصنعوا ويخدموا في الأمريكتين. طبعا هي مسألة استعباد الأفارقة دي بقى إيه تبقى يعني تخليها حلقة لوحدها. لكن أنا أقصد أقول إنه هذا الانفجار نعم هم بقى اكتشفوا أسبانيا هي اكتشفوا أوروبا البرتغال كمان أيوة وإيطاليا نعم. اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو بيلف حوالين قارة إفريقيا اللي بيلف حوالين قارة إفريقيا بالكامل تمام لغاية يعني لما بيوصل للشواطئ الشرق الغربية. يعني إذا قلناه يا أستاذ محمد هم اكتشفوا زي ما هو البتاع كده ماشي الماوس ماشي كده يعني هم اكتشفوا البرتغال اكتشفوا الطريق ده كده مش كده يعني لو قلنا ان حركه الكشوف الجغرافيه بدات في اسبانيا هنا فاول مستعمرين غربيين خرجوا بره اوروبا كانوا الاسبان والبرتغال الاكتشاف الجديد هو الابحار حول قاره افريقيا ثم الابحار عبر المحيط الاطلسي واكتشاف الامريكتين. طبعا اكتشاف الامريكتين ده لفظ مضلل لان الامريكتين موجودين وفيهم ناس ساكنين تمام فهي مش مكتشفه لكن لما تكتب التاريخ من وجهه نظر اوروبيه تقول اكتشاف تمام لكن هي موجوده وفيها ناس عايشين فعلا صحيح تمام. وعلى فكره حتى يعني الحديث عن قاره بعد بحر الظلمات موجود من ايام المسعودي عند المسلمين وحتى قاسوا احيانا عرض المحيط بس ده موضوع تاني. فاللي حصل ايه دلوقتي فبقت الحركات الاستعماريه تعدي على هذه السواحل وتؤسس مدن ساحلية كويس هنا وحتى المنطقة دي تسمى ساحل العاج وساحل الذهب دي تسميات كلها تسميات غربية يعني الساحل ده في عاج والساحل ده في ذهب وهكذا. الإمبراطورية اللي عمادها البحر دي كان في راجل اسمه كريس براون لو لم تخن الذاكرة في اسمه يعني له كتاب اسمه فهم العلاقات الدولية كان بيقول كانت الأساطيل تجوب البحار للتبادل التجاري إن وجدت قوة وللقرصنة إن وجدت ضعفا. يبقى احنا طالعين بالأسطول الحربي المسلح بنهاجم البلد دي مثلا لقيناها بلد قوية وعندها القدرة على الدفاع يبقى نعمل تبادل تجاري معاها ونشوف نستفيد ايه ونفيد ايه. لقيناها ضعيفة نستولي عليها طيب ونكمل بقى نكمل بقى كده لحد ما وصلوا لحد هنا لحد لما وصلوا طبعا سيطروا على السواحل الشرقية أيضا لإفريقيا. ولو عدينا الخريطة كده هنلاقيهم برضو سيطروا على ساحل الخليج يعني ده طبعا خليج عدن ثم الخليج العربي وسواحل الهند. وبدأ هنا يبقى ممكن تبقى مثلا بريطانيا هنا ولها استعمارها ومستعمراتها في الهند كل ده لأن بريطانيا فيما بعد بقى بعد الإسبان والبرتغاليين كان بقى إيه كانت بقت قوة. لكن البرتغاليين نفسهم كانوا موجودين في إندونيسيا في آخر هذا العالم وكل هذه الأراضي شهدت مستعمرات. فدلوقتي اكتشفوا موارد ضخمة جدا ودي كانت من أهم أسباب نهضة أوروبا المالية طبعا العالم الإسلامي قلب العالم الإسلامي لما كان في مماليك وبعدين كان في عثمانيين محدش كان قادر يخترقوا ويذلوا يعني لكن هذه المناطق والأنحاء ما كانش لها التقدم العلمي اللي حصل في ذلك الوقت فلذلك كانت أضعف. فكانت هذه البلاد كلها تستعمر تحت الاحتلال يعني الاحتلال الأوروبي وبعدين بدأوا ياخدوا العبيد من هنا من البلاد الإفريقية ثم يستخدمونهم كعبيد في الأمريكتين من مالي ومن غيري. بس خلينا قبل ما تلف تكملة لكلامك بيحكي افتكرت اسم الراجل نيال فيرجسون ده كتاب الحضارة هو أستاذ في هارفارد بتاع التاريخ فهو بيقول إنهم وصلوا بالرحلات زي ما حضرتك قلت كده للصين وتبادلوا مع امبراطور الصين بعض الهدايا والعملات بل بعد كده احتلوا جزء او اجزاء من الصين نعم صحيح هي كل هذه المناطق كانت
تحت الاحتلال، بدأ باحتلالات عسكرية، وبعدين الاحتلالات العسكرية دي جابت نفوذ وهيمنة تجارية، وبعدين الهيمنة التجارية جابت نفوذ واحتلال عسكري مرة أخرى. وظلت حاجة ومية وحاجة سنة الهند مركز تدريب المستعمرات الهند. ده 200 سنة. 200 سنة. أو 300 سنة البريطانيين يحتلوا الهند. يحتلوا الهند. 300 سنة نعم. طيب نرجع تاني، معلش نرجع تاني. من القارات دي بقى في معلومة كده، في أديبة ليها أغنية مشهورة اسمها من يخاف فيرجينيا وولف، اسمها فيرجينيا وولف. جدها كان الطبيب اللي بيعالج العبيد اللي جايين على السفينة المسيح. لانه لما كانوا بيتحطوا على السفينه بعضهم كان بيعيا وبعضهم كان بيموت، جدها كان بيعالج دول على السفينه لحد ما يوصلوا لامريكا. فانت زي ما تقول كده بداوا ياخدوا العبيد من هنا. نعم. ويودوهم امريكا. تمام. وبيعملوا بقى ايه مناطق هنا. انا بس عايز اقول بحيث ان احنا جبنا الخريطه وده حاجه ورا الموضوع، مالي دي في مدينه اسمها تومبكتو. ما حدش يسمع عنها. الحضاره بتاعت تومبكتو. تومبكتو دي كانت عاصمه حضاريه تشبه باريس في وقتها اللي هي دلوقتي في مالي، وكانوا يتعاملوا بالذهب في ذلك الوقت. يعني العملات كانت ذهبيه، وده يدل على يعني انا السياق بس اللي عايز يعني اللي يهمني التركيز عليه دلوقتي، ان انطلاقه الاستعمار الاوروبي الجديده او يعني ما يسمونه النهضه الاوروبيه كانت حركه في غايه الوحشيه والعنف والشراسه. حركه نتج عنها استعباد ملايين الناس ونقلهم في السفن الى الامريكتين. طبعا استعباد ملايين الناس ده يعني بنتكلم في ارقام ضخمه، بعض الناس وصلتها ال 100 مليون واحد تم استعباده، ومن تم قتله سواء تم قتله بالتعذيب، لان انت لما بتاخد العبد لازم تروضه. فتروضه دي يعني لازم يخضع لتعذيب شديد علشان يبقى طيع يعني. وده جزء في روايه الجذور بتاعت سويدا الكسان. نعم. وفي حتى بالنسبه لل يعني المؤلفات العربيه، مؤلفات الدكتوره عايده العزب موسى كانت بتتكلم عن العبوديه في افريقيا وتقنيات انتاج العبيد والتأثير على المرأة علشان هي تربي ابنها على العبودية وانه يبقى طائع للسيد. يعني في اشياء بس شديدة. كل ده علاقته بالمسيحية. طيب بعض الناس هيقول لك ايه علاقة ده بالمسيحية يعني؟ ما هم مين اللي عملوها؟ كل ده تم تحت اشراف قساوسة. ياه. نعم. كل ده تم تحت اشراف قساوسة، حتى وان كان الدافع الاقتصادي موجود في ان هم عايزين عبيد يستعبدونهم، الا ان القساوسة كانوا عايزين كانوا مهتمين بنشر المسيحية في هذه البلاد. وبعدين هم لما نزلوا الأمريكتين نشروا أفريقيا عملوا ده تقريبا الكنائس. كل غرب إفريقيا ده تقريبا كان مسلم من أيام دولة المرابطين. لأن دولة المرابطين احنا قلنا المرة اللي فاتت انقسمت قسمين، قسم في الشمال وهو اللي أنقذ الأندلس، وقسم نزل إلى الصحراء وهذه السواحل وهو الذي دعاها إلى الإسلام. فغالب هؤلاء السود الذين تم تنصيرهم وتحويلهم كانوا مسلمين، وده اللي جاي في رواية الجذور اللي حضرتك بتقول عليها. فالمهم اللي يهمنا دلوقتي انه انا بقول الموضوع كان في غايه العنف والشراسه، فتمثل في افريقيا في رحلات الاستعباد، وتمثل في اسبانيا في محاكم التفتيش. لكن هي بدات من هنا، محاكم التفتيش من ايطاليا. بدات في ايطاليا وفرنسا والمانيا. بدات بملاحقه بعض الناس الخارجين على العقيده الكاثوليكيه المسيحيه. لكنها استمرت بعد كده. نعم. تعذيب او اداه تعذيب للمسلمين واليهود اللي خرجوا او اللي ظلوا في الاندلس. نكمل. طيب ايه بقى المظاهر تمسك المسلمين بديانتهم في الاندلس؟ طيب هو اللي حصل طبعا ان احنا قلنا بدات محاكم التفتيش، بدا نقض العهود بعد 7 سنين من توقيع هذه الاتفاقيه. وساعتها بقينا قدام مشهدين، المشهد الأول مشهد الناس المتمسكين بدينهم، والمشهد الثاني هو مشهد ذوبان هذه الأمة الأندلسية في يعني الثقافة المحيط الإسباني. أول ناس سارعوا إلى التنصر طوعا يعني طوعا من غير مشاكل كانوا النخبة الحاكمة الأندلسية. اللي كانت حول الملك أبو عبد الله الأحمر الصغير. يعني اللي كانوا حوالين ابو عبد الله دول، ودول كانوا مسلمين، دول اول ناس تنصروا. دول اول ناس تنصروا، تنصروا ايه طوعا كده يعني، او باغراء قليل او بتهديد قليل، باغراء كبير وتهديد قليل. وتحولوا اسمائهم يعني مثلا ابناء السلطان ابو الحسن اللي هو كان قبل ابو عبد الله الاحمر، دول تنصروا، واحد فيهم بقى قائد في الجيش الاسباني. وكذلك يعني كبار العائلات الأندلسية التي كانت في النخبة الحاكمة تنصروا كذلك واتخذوا أسماء مسيحية. كنت تقول واحد فيهم اسمه كان كذا،
واحد فيهم بقى اسمه فرناندو دي جراناطا، يعني فرناندو الغرناطي. دي جرانادا يعني بتاع غرناطة. لكن اسمه كان الاول مسلم، كان اسمه سعد ونصر، الاميران سعد ونصر الاثنين. سعد ده بقى اسمه فرناندو، والتاني بقى اسمه خوان. خوان دي جرانادا برضه. نعم. ما هو كل اللي بيتنصر بيختار له اسم مسيحي. فانا عايز اقول انه يعني اول من خان هذه الامه الاندلسيه هم حكامها اللي ضيعوها، وهم الذين يعني سارعوا في الدخول في النصرانية. والحقيقة دي ده مشهد مضطرد ومستمر مع المستبدين الخونة، إنه هو بيفضل يأكل ثروات البلاد ويفرض الضرائب ويجمع الأموال ويعني يتنعم بالخيرات، وقت ما تيجي الأزمة التي تطلب منه أن يقوم بحق الحكم اللي هو خد كله علشانه، بتلاقيه أول واحد نقص وسلم البلاد للعدو، وقد يكون هو من ينضم ايضا الى العدو ويدخل في دينه. لا بس انت قلت يعني يعني انت بدات المشهد ده تحول النخبه الحاكمه الى المسيحيه. نعم. في اسبانيا، لكن هل في التاريخ في امثله ثانيه زي دي؟ حتى في تاريخ الاندلس نفسه، يعني عند انهيار دوله الموحدين مع انهيار الحواضر الكبرى الاندلسيه، في من امراء الموحدين من التحق بالنصارى. طب بصرف النظر عن اسبانيا، هل في التاريخ بشكل عام يعني في البيت المقدس مثلا، هل لما دخلوا الصليبين وحكموا في ناس دخلت المسيحيه او خرجت من الاسلام؟ يعني انا الان لا استحضر اسماء مشهورين دخلوا المسيحيه في ذلك بشكل عام الوقت. ده اللي بيحصل دايما. انا بقول ده اللي بيحصل حتى في ازماننا المعاصره، يعني حتى دلوقتي تلاقي مثلا الحاكم بيحكم البلد، وبعدين اول ما يجي الاحتلال يروح يسيب البلد. يسيب البلد. انت قصدك لا يتخلى عن عقيدته لكن يتخلى عن البلد نفسها. يتخلى عن البلد نفسها. وقد يحدث انه يدخل طبعا في كان في الغالب ده، يعني ده بيتكرر. انا ما قريتش عند الجباتي حاجه زي كده بالنسبه للمسلمين المصريين. لا حصل. لما دخل نابليون. لا حصل في بعض الناس التحقت بالفرق بتاع يعقوب. فرقه يعقوب طبعا دي اصلا فرقه مسيحيه، ودي خلاص صارت جزء من المسلمين التحقوا بيها، صارت جزءا من الجيش الفرنسي. تمام. لكن نابليون هنا ما كانش داخل باعتباره مسيحي، نابليون كان داخل باعتباره مسلم وحريص على الاسلام، فيعني الامتحان ده ما اتحطتش فيه النخبه المصريه، لكن النخبه المصريه اتحطت في امتحان انه هل نصدق نابليون ولا لا نصدقه. ففي ناس طبعا وقعت في هذا الفخ، وفي حتى بعض الاشراف زوجوا بناتهم من قادة فرنسيين. نعم. وأنا أتذكر يعني مما لا أنسى أبدا ما رواه الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي، في كتابه تخليص الإبريز، في تلخيص باريز، أنه هو لما راح إسبانيا بعد كده، طبعا ده كان بعد الحملة الفرنسية، فلقى هناك أو سمع هناك بامرأة تزوجها قائد فرنسي اللي هو مينو اللي أعلن إسلامه. اللي اسمها غادة رشيد كانوا بيقولوا. أيوة. هؤلاء هذه تنصرت، وهو رفاعة الطهطاوي روى تنصرها، وروى انها كانت متمسكه بالاسلام لان مينو كان اعلن الاسلام، ولما انجبت ولد رفضت تعميده. فراح مينو جاب لها المستشرق الفرنسي سلفستر دوساسي، طبعا ده مستشرق مشهور جدا يعتبر ابو الدراسات الشرقيه في المدرسه الفرنسيه، وقال لها طبعا هو لانه ابو الدراسات الاسلاميه كان عنده بقى ايه، عنده خبره عالم يعني، دمر لها الموضوع كله. فراح ذكر لها بعض الايات والاحاديث اللي بتقول يعني ان الاسلام زي المسيحيه وما فيش فرق بينهم، فسمحت بتعميده. ثم يروي الطهطاوي انها في اخر ايامها تنصرت هي شخصيا. نعم. هنيجي برضه اتعمل عليها روايه حلوه قوي اللي هي غادة رشيد بتاع جورج زيدان، ولا انا محمد فريد ابو حريت، كاني انا شفت عنوان غادة رشيد لكن مش فاكر. لا هي روايه حلوه، وبيحكي كمان عن تفاصيل من حياه ابوها، انه كان رجل محترم ورجل متدين، والجبرتي حكى عن بعض عن الشيخ البكري وازاي ان بنته كانت بتقعد مع نعم مع الجنود الفرنسيين تسكر، لكن متحاكم بعد كده بعد ما مشوا، لانه ما هو ده. بص مثلا المقاري في كتابه أزهار الرياض، وده من الكتب اللي بتصف حال المسلمين الأندلسيين، كان بيقول فيعني يا ليت شعري كم من رجل رأى أبناءه وبناته يعبدون الصليب ويسجدون للأوثان ويأكلون الخنزير ويشربون الخمر وهو لا يملك لذلك دفعا. دي المحنة التي وضع فيها يعني وضعت فيها الأمة الأندلسية. بس علشان أرجع للأندلس وأوصف المشهد، فأنا بقول أنه أول طبقة تخلت بالفعل عن هذه الأمة كانت هي الطبقة الحاكمة. الحاجة الثانية
أما المسلمين نفسهم بقى فقد تعرضوا لهذه المحن. المحنة دي كانت محنة عامة، محنة إنه لا يسمح، يعني لا يسمح ببقاء الإسلام في الأندلس، فإما التنصير وإما الهجرة إلى المغرب، وبعدين منعت الهجرة، وبعدين سمح بالهجرة، وحصلت الثورات، وكان يعني كانت أزمة شديدة. لكن الخلاصة كالآتي، إنه مع وجود محاكم التفتيش كان الشك في أي حد يعني يعتنق أفكار المسلمين تساوي التضحية، يعني هذا هو تضحية حياته. يعني إيه أخلاق المسلمين؟ يعني أي حد بيطبخ يوم الجمعة مثلا يبقى ده لسه مسلم وبيحتفل بيوم الجمعة كعيد. أي حد بيستخدم الحنفيات التي بناها الأندلسيين وما بيستخدمش اللي بنوها الإسبان يبقى ده برضو يدل على، أي حد يلبس ملابس جديدة ويتزين ويتعطر يوم الجمعة يبقى ده دليل على أنه مسلم. أي حد ما يأكلش الخنزير وما يمتنع عن شرب الخمر ده دليل على أنه مسلم. أي حد يتكاسل في حضور القداس يوم الحد ده دليل على أنه مسلم. أي حد مثلا وقت ما يقول إيه بسم الله لو حاجة وقعت منه أو الله أكبر أو كده ده دليل على أنه مسلم، ودي من أحد الأسباب التي يعني ينبغي البلاغ عنها. وحتى لو أوى واحد مسلم، وطبعا إيواء حد مسلم يحتفظ بكتاب عربي يقرأ في كتاب عربي كل ده دليل على أنه مسلم. يرتدي الملابس العربية، لأن هم خدوا وقت كده فرضوا ألا ترتدى الملابس العربية، ده دليل على أنه مسلم، وهكذا. وكان طبعا القساوسة اللي هم كانوا بيديروا محاكم التفتيش كان لهم كده إيه غارات استطلاعية، يعني يهدموا البيوت ويسألوا الأطفال الصغيرين، بيحاولوا يستشفوا منهم إذا كانوا أبائهم مسلمين ولا لأ. فعلشان كده أحد الأشياء اللي عملها الأندلسيين للحفاظ على أنفسهم إنهم امتنعوا عن تعليم الأطفال الإسلام لغاية سن 11 سنة، لغايه لما يبلغ سن التمييز اللي يخليه يعرف يقول ايه لمين وما يقولش ايه لمين. طيب خليني بس هنيجي الامثله دي اللي حضرتك ذكرها، لكن انا عندي سؤال. لما كنت قاعد اقرا في الجزء ده من كتابك، يعني انت قلت في صفحه 205 مثلا فشل الاسبان في اغراء الاندلسيين بالدخول للمسيحيه، فقد حاولت الدوله والكنيسه اكثر مره ان تقدم اعلان العفو. أنا عندي سؤال وسألت نفسي أنا أقرأ النص ده تحديدا، إيه بداية فرض الإسلام على الناس؟ هل مثلا بدأوا يقولوا يا جماعة اللي يبقى مسيحي ده يبقى معانا وتبعنا؟ يعني هل كان في إغراءات في مكاسب ولا بدأوا على طول مجزرة؟ لا لا لا، في البداية كانوا بدأوا محاولة التحوير واللعب بالقوانين علشان يغيروا بنود المعاهدة التي كانت تحفظ للمسلمين شعائرهم. كويس. يعني مثلا يغلقوا مسجد. كويس. أو يجي واحد يروح نسف المسجد اللي في المكان، ده حصل فعلا في حي في غرناطة. يجي ينسف المسجد اللي في المكان، وبعدين يقولوا مثلا دعوة للكبار والأعيان والفقهاء ويدوهم هدايا كتير جدا. بدأت كده فعلا، بدأت بالإغراءات الأول إنهم تنصروا، ومع الإغراءات دي وعيد وتهديد. مع الإغراءات يعني بدأت طبيعية، إغراءات الأول جميلة وحاجات لطيفة، ثم تهديد ووعيد. نعم. ثم صدور القوانين التي تمنع مثلا وجود كتب عربية، وكانوا بيعملوا بقى الغارات اللي حضرتك بتتكلم عليها. انتوا مثلا خلاص مش تنصرتوا، او المفترض ان انتوا تنصرتوا، هاتوا كل الكتب العربية اللي عندكم، لا يسمح لكم بقراءة اللغة الكتب العربية. ومن اشهر ما حدث بعد سقوط غرناطة بسنوات ان كان في راهب مشهور اسمه خيمينيس. الراهب ده جمع سائر الكتب الغرناطية المكتوبة بالعربية في ساحة اسمها ميدان الرملة وأحرقها. الكتب دي كان عددها يتراوح تقديرها، يعني بعض الإسبان يقدرها بمليون و5000 كتاب. مليون و5000 كتاب في مش زمن مطابع، زمان ده زمن مخطوطات، يعني لك أن تتخيل مليون و5000 كتاب، أو حتى أقول 80,000 كتاب كما في تقديرات متوسطة. 80,000 كتاب تحرق حريقا عاما، فده طبعا أدى إلى خسارة يعني علم، خسارة يعني علم، وأيضا دليل على الحقد الشديد، لأنه حتى هو ما استفادش، هو ما استفادش منها، رغم أن ده علم. يعني علم ممكن، يعني إسبانيا نفسها أغلب نهضتها قامت على العلوم العربية، العلوم العربية الإسلامية. لا، وهم علماء الأندلس والعراق
هم اللي ترجموا لأوروبا أرسطو وأفلاطون. لا بس حتى أرسطو وأفلاطون كانت تطارد كتبهم لأن دول وثنيين بالنسبة للكاثوليكية. لا أنا بتكلم على بعد كده الحضارة الحديثة دي استفادت. يعني الكوبري نعم. كان الكوبري كان ابن سينا، الكوبري كان ابن رشد، كان ابن رشد فعلا، كان يعني دول ترجموا لابن أفلاطون وأرسطو بتاع أوروبا. خارج بعد كده من مجهود الناس دي. نعم نعم، هي ظلت حتى إلى القرن التاسع عشر أو حتى إلى أوائل القرن العشرين لولا ما اكتشفت مخطوطات قديمة يونانية لكتب أرسطو. يعني العصور عصور النهضة دي كلها قرأت أرسطو من العرب، من العرب. وحتى القس الفيلسوف المشهور سبحان الله برضو اسمه راح عندي بس هفتكره دلوقتي، اللي هو اهتم بفلسفة ابن رشد، توما الإكويني. توما الإكويني توما الإكويني فضله الأساسي في الحضارة الغربية أنه خلص أرسطو من شروح ابن رشد. علشان شروح ابن رشد دي فيها لمسات إسلامية على فلسفة أرسطو. فهو كانت مهمته أنه إيه يخلص أرسطو من شروحات ابن رشد أو من تفسيرات ابن رشد التي تحمل الانطباع الإسلامي. ومع ذلك ظل ابن رشد يدرس في جامعات أوروبا حوالي 600 سنة. نعم نعم طبعا، هو أصلا ما كانش فيه علم في ذلك الوقت إلا العلوم الإسلامية. يعني أنت ابن تيمية مثلا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هتلاقيه بيقول كده بوضوح في فضل الأمة الإسلامية في وقته. ابن تيمية ده مات 728 هجرية، يعني القرن الثامن الهجري اللي هو القرن الرابع عشر الميلادي. كان بيقول وأما الأمة الإسلامية فهي أكمل من الملتين اليهودية والنصرانية في سائر العلوم، حتى في العلوم الطبيعية، يعني العلوم اللي هي ايه العلوم البحتة يعني بمصطلح اليوم ده مصطلح العصر، يعني حتى في هذه العلوم فكتبهم أكمل وأشمل وأرقى من كتب الملتين. وأصلا ما كانش فيه علم في ذلك الوقت إلا عند المسلمين. وبعدين فيما بعد طبعا اكتشف السرقات العلمية. بس الأندلسيين اللي كانوا جسر التواصل بين أوروبا. هو الأندلس كانت جسر من ثلاث جسور كبرى. فالجسر الأندلس كانت جسر كبير، الحروب الصليبية في الشام كانت جسر لأنها نقلت معارف الشام، وصقلية الإيطالية التي حكمها المسلمون 200 سنة وبعدين جم طردهم النورمان. فهذه أيضا ظلت بقعة إسلامية تبادل، وهي ناحية العراق اللي طلع منها الجدع الشيعي العالم الإسلامي اللي كفروا يعني بعض الطوسي ولا ابن العلقمي تقصد؟ لا لا نسيت اسمه دلوقتي، هو رجل له كتابات رهيبة جدا وفضل على الفلسفة والعلوم، اسمه راح من دماغي، لكنه كان شيعي يعني كان أصله فارسي. عايز أقول إنه برضو كانت العراق جسر ما بين العلوم. أيوة بس هو كيف انتقلت هتلاقيها برضو إما من الشام، يعني هتلاقي إما من بوابة الشام، لأنه ما فيش التقاء حصل في العراق مباشرة، يعني ما فيش احتكاك مباشر بين منطقة العراق وبين أوروبا. وبين أوروبا أنا بكلم على العراق وأسيا اللي هي فلسفة الهند وأسيا، يعني البيروني لو أنت بتقصد. على كل حال أنا أقصد أقول يعني هتلاقي الفترة دي هي فترة الحملات الصليبية اللي هي فترة ساحل الشام، وطبعا الروها داخلة شوية ممكن تبقى في شمال العراق. دي مخترعات العرب تقريبا. ده متحف التعذيب، قصدي في محاكم التفتيش. محاكم التفتيش طبعا. وانت كنت عملت لنا حلقه رائعه جدا عن التعذيب بالصور لمحاكم التفتيش. نعم. طيب خلينا ناخد الاول محاكم التفتيش وناخد بعد كده بعض الصور اللي انت ذكرتها في الكتاب على تمسك المسلمين طيب باسلامهم. نشوف ده وانشئتها، نسمع كده. الفاتيكان في روما. ما ستشاهدون في السنابات القادمه امر لا يصدقه عقل بشري. كانوا ينكرون محاكم التفتيش حتى سقطت أسبانيا بيد الفرنسيين إبان حملة نابليون بونابرت، واكتشف الجيش الفرنسي بالمصادفة تحت أقبية الكنائس هذه الأدوات البشعة لتعذيب المسلمين. بعد سقوط الأندلس تجسد الحقد الصليبي في محاكم التفتيش، أنشئت هذه المحاكم بالاتفاق بين الفاتيكان في روما وملكة أسبانيا إيزابيلا وزوجها فردناند. الهدف من هذه المحاكم كما يزعمون هو تطهير أسبانيا من الإسلام والمسلمين. هذا أحد أبناء المسلمين مقبوض عليه ومودع في السجن في محاكم التفتيش، سيلقى هذا الفتى أشد أصناف العذاب. تفننوا في صنع آلات التعذيب، هذه أقنعة حديدية على شكل حيوانات، الهدف منها كتموا عن الكلام مثل هذه الصورة. وهذا كرسي الاعتراف الحديدي المسنن، يجلس عليه المتهم ويشدون عليه الحديد حتى يلقى الموت مثل هذه الصورة. وهذه أدوات التعذيب الحقيقية،
وهذا الكرسي مخصص لتمشيط الجسم، تمشيط اللحم عن العظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يربطونه ويشدونه بهذه البكرة الحديدية. هذه آلة شواء، شواء البشر، شواء المسلمين بالأندلس، يربطون بهذه الطريقة. كانوا يعدمونهم حرقا بالنار في الأسواق، ليست مناشير خشب، كان ينشر فيها المسلم حيا حتى الموت. وهذا الصندوق البشع ايش تتوقعون بداخله؟ الموت طبعا، مسنن من الداخل، يضعونه في الداخل ويغلقون عليه، والحديد يدخل ويتخلل جسده. تفننوا في صنع الخوازيق، يربطون المسلمين والمسلمات بهذا الحديد ويجلس على هذا حتى الموت. هذه الآلة مخصصة لنزع المفاصل عن بعضها، وهنا تثبت الأرجل بالمسامير ويجر الجسد حتى يتمزق. ما هذه البشاعة؟ ما هذا الحقد؟ الميؤوس منه من المسلمين يوضع في القفص ويعلق في المدينة ويترك حتى يموت جوعا وعطشا ويصبح هيكل عظمي. هذه أدوات الوسم بالصليب، يضعونها في النار حتى تحمر ويسمنهم فيها، واسمين الصليب على صدره بالنار. هذا حزام العفة إذا تعرفونه، اقرأوا عنه. هذه الأدوات كانت توضع في الدبر أعزكم الله، تدار وتفتح حتى تقطع الأحشاء الداخلية للإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المقصلة المعروفة، وهذا مخصص للإعدام لقطع الرؤوس. وهذا لبس الجلاد، اللي يقومون بالتعذيب كانوا يغطون وجيههم مخافة الانتقام. الإعدام بالفأس والسيف كان يتمناها الأسير في محاكم التفتيش في كل وقت كي يتخلص من هذا العذاب. وما أكثر المتباكين اليوم على محرقة اليهود. أنت عايز تقنعني إن في ناس حافظت أو تمسكت بدينها بعد التعذيب ده، بعد قصدي الأدوات اللي شفناها دي؟ والله أنا يعني فعلا قصة المورسكيين دي من القصص التي تزيد الإيمان في النفوس، وإن الإسلام لو لم يكن دينا راسخا ما كانش في ناس ممكن تحتفظ به طول هذه السنين مع هذه العذابات. أنا قلت الحلقة اللي فاتت وأكرر، الفيلم الوثائقي اللي أذاعته الجزيرة باسم المساء الأخير كان بيكشف عن ناس احتفظت بدينها من الأندلسيين حتى بداية القرن العشرين، يعني حتى زمن فرانكو. ذكرت أنا أن واحدة اكتشفت أن ابنها بيصلي فتذكرت وهي صغيرة أن جدها كان بيصلي. برضو بنت هي كانت في يعني وقت تصوير الفيلم مثلا، ذكر من 5-6 سنين، كان سنها 50 سنة، فبتقول أنا كنت أشعر في داخلي أنني مسلمة، وما كنتش فاهمة هذا الشعور ولا هذا الإحساس إلا لما أتيحت الحرية فيما بعد وعرفت أن أنا مسلمة، فاكتشفت أن أنا مسلمة فعلا. وأتذكر من عادات أهل القدماء أنه لما كان واحد فينا يتعب تعب شديد كنا نجري به لواحد يعرف الكلمة المقدسة التي نرى أنها إذا قيلت في أذنه واستقبلها المريض فإنه يشفى فورا، وهذه الكلمة كانت لا إله إلا الله. وجاب الفيلم بعض يعني اللي المسلمين كانوا يدخلوها لكي يتعلموا فيها الوضوء والصلاة. الكلام ده في بداية القرن العشرين، الكلام ده بعد يعني 400 سنة. يعني هذا أمر مرهق، ويعني يصعب إن الواحد يتصور إزاي ناس فضلت تتوارث الدين إلى هذه الفترة. وانت عارض ده عشان بس ما حدش يتهمك بانك انت جايب كلام من عندك، انت عارض لاحد المستشرقين وذكر اسمه هنا. نعم، هو اسمه المستشرق اسمه لوي كايرداياك. بالظبط. الكتاب اسمه الاندلسيون المسلمون والمسيحيون المجابهه الجدليه. وبالمناسبه علشان دي معلومه مهمه، اغلب اللي نعرفه عن محاكم التفتيش ما كتبوش مسلمين، أغلب اللي نعرفه عن محاكم التفتيش كتبوه الإسبان، كتبوه فخرا، وفيما بعد
في العصور الأخرى بدأوا يكتبوه بشعور الخزي والعار، لكن أصلا ما كانش فيه مسلمين عندهم القدرة أنهم يكتبوا. يعني اللي بدأ يفتح للعالم ملف التعذيب حكم التفتيش هم المؤرخين الإسبان والمؤرخين الأوروبيين. أنا بقول في الأول كانوا بيعملوا كده فخرا باعتباره جزء من انتصار المسيحية الظافرة على المسلمين الأوحاش الأوغاد الحشرات دول. وفيما بعد يعني مع تطور العلمانية في أوروبا بدأوا يذكروا هذا باعتباره نوع من الوحشية ومن التاريخ السيء في إسبانيا. طيب. أنا عايز أقول كل اللي نعرفه عن محاكم التفتيش ما كتبوش مسلمين. طيب خلينا هنا ناخد صور بقى. أنت هنا صور بتقول فشل الأسبان في تنشئة الأطفال الأندلسيين على المسيحية برغم الأموال الهائلة المرصودة لتعليم الأطفال، لكن النتائج كانت مخيبة للأمال والقساوسة تبادلوا. عرفنا كده منين؟ القساوسة فضلوا يتبادلوا الاتهامات بأن احنا لم ننجح في مضادة العقائد التي يزرعها الأندلسيون سرا في أبنائهم، فعلشان كده كانوا بدأوا أول ما يشكوا في أسرة مسلمة ينتزعوا أطفالها ويضعوها عند أسر مسيحية، أو في حالة التهجير مثلا يخالفوا قوانين الأمان ويروحوا ينتزعوا الأطفال ويسيبوا أهليهم تهاجر وينشأوا على المسيحية. وعلشان كده أنا بقول تبادل القساوسة الاتهامات في أن الأطفال مع ذلك بيظلوا محتفظين بعقائدهم الأولى من الوثائق الإسبانية اللي نشرت هذا، لأن هم طبعا كان لهم مجامع وبيتناقشوا فيها على وسائل التنصير. طيب ورغم نداء المصالحة اللي هو بمصطلح العصر في كده أكتر من موقف أطلقت فيه الدولة نداءات مصالحة، اللي هيجي ويعترف أنه كان مسلم في السر فإحنا سنعفو عنه ولن نعاقبه عقوبة الموت. جميل جدا. ده كان بيحصل إمتى؟ كان بيحصل أحيانا بعد ثورة زي في ثورة حصلت في منطقة اسمها الجبال الحمراء، هذه قريبة من روندا. قريبة من روندا. المنطقة دي كان فيها مجموعة من المسلمين ثبتوا وصبروا وأشعلوا ثورة. فأرسلوا إليهم جيشا يقودوا قائد قرطبة، قائد ولاية قرطبة. ما كتبتش المعلومة دي هنا. أي مش لديها صح. فقائد قرطبة ده هزم وقتل. المسلمين انتصروا فهزم وقتل. فساعتها أصدر فرناندو قرارا بأن دول لهم الأمان ويهاجروا. الناس الذين بدت يعني بدا من صلابتهم ان هم ممكن يمثلوا بؤرة مقاومة يمشوا سابهم يهاجروا. فدي بعض المواقف اللي بيحصل فيها ايه اعلانات او مثلا بيوصل للفشل، يعني بيقول انه محققش نتائج في تنصير المسلمين او بيفضل يظهر له ان في ناس عمالة بس انت هنا بتقول يا استاذ محمد انه حدث انه لما نادوا الناس يا جماعة اللي هيجي يقول بصرف نظر عن الثورة دي يا جماعة اللي هيجي يقول ان انا كنت مسلم ومسيحي احنا مبسوطين منه جدا، اللي جولهم هم اللي كانوا فعلا اتبلغ عنهم ان هم مسلمين واصبحوا في حالة المطاردين. يعني مثلا زي لو قلنا مثلا عبد الفتاح السيسي دلوقتي هيقول ايه كل المطلوبين او على قوائم ترقب الوصول او مش عارف ايه عفونا عنهم مثلا، يعني او كل اللي كان اخوان عفونا عنه. فاكتر ناس هيستفيدوا من الموقف ده مين؟ المطاردين فعلا اللي هم موجودين وهربانين ومش قادرين، او اللي مثلا بره مصر عايز يرجع فما جالهمش حاجه جديده. ولذلك أيوة هذه هي المرأة اللي أنا كنت لسه بتكلم عنها دلوقتي. ما هم جابوه لك تحية عظيمة لفريق الإعداد. والله فعلا شايف تحية عظيمة لفريق الإعداد. هذه هي بتقول، خليني أضيفه بعدين نسمعها. هي بتقول أنا كنت في مدرسة راهبات وأنا صغيرة. فكانت الراهبة الكاثوليكية بتقول لي أنا كنت عارفة أن أنت هتبقي في الآخر مسلمة. أخلاقك وسمتك ويعني طبيعتك الشخصية هتخليك مسلمة. ممكن بقى نشغل نشوف بقى الجزء ده من الفيلم اللي ذكره عن الأسبان اللي دلوقتي بقى الفيلم حوالي من 5 سنين كما ذكر الأستاذ محمد، ربما يعني فترة قريبة أو أكتر أو يعني ممكن 2009 تقريبا. لم أكن أعلم أنه الإسلام حتى بلغت سنا معينة، فبدأت أقرأ وألاحظ، فقلت مع نفسي إني كنت مسلمة طوال حياتي، إلا أنني لم أشعر بذلك حتى اللحظة. بعد ذلك صرت أعيش من جديد بشكل من الأشكال أمرا عجيبا كان يبدو لك من قبل أمرا اعتياديا، كان هو حياتك المعيشة، حتى ظننت أن الجميع كان على هذه الحالة. أنني لم أشعر بذلك. عمق الشخصية الإسبانية الأندلسية.
لم أكن أعلم أنه الإسلام حتى بلغت سنا معينة، فبدأت أقرأ وألاحظ، فقلت مع نفسي إني كنت مسلمة طوال حياتي، إلا أنني لم أشعر بذلك حتى اللحظة. بعد ذلك صرت أعيش من جديد بشكل من الأشكال أمرا عجيبا، كان يبدو لك من قبل أمرا اعتياديا، كان هو حياتك المعيشة، حتى ظننت أن الجميع كان على هذه الحالة. هذا أنا رجوع إليها، لكن خليني أقول لك أنه العائلات طورت نظاما تعليميا سريا داخل العائلة. يعني كنت تلاقي عند العيلة كتب كتب أولها الجد، وبعدين أضاف إليها الابن، وبعدين أضاف إليها الحفيد، وبعدين أضاف إليها ابن الحفيد وحفيد الحفيد. كل ده بيتوارثوا تعليم الأسرة كيف تكون العبادات والشعائر الإسلامية. طبعا كل ده بالنسبة للناس الذين ظلوا في البلد ولم يستطيعوا الهجرة، إما لم يستطيعوها قهرا ويعني وقلة حيلة زي كتير من الناس، وإما لم يستطيعوها لظروف أخرى. بس أنت ذكرت هنا أن احتفاظ المسلمين بالكتب العربية رغم أنها جريمة عقوبتها الغرامة المالية الفادحة، وقد يضاف إليها الحكومة الحكم بالعبودية، وذكرت أنه العبودية على ظهر سفينة. بل إن أندلسيا حكم عليه بالحرق لأنه قرأ كتب موريسكي. نعم، لأنه طبعا مجرد وجود هذه الكتب العربية أولا بعيدا عن التعصب المسيحي اللي كان في غاية قوته وشراسته، لكن كانت من وجهة النظر السياسية شايفين أن مجرد وجود الإسلام قد يساوي تجدد وجود الإسلام في هذه الأرض. فأول شيء لقطع علاقة هؤلاء بالإسلام أن هم تنقطع علاقتهم بالعقيدة وبالقرآن وبالكتب العربية. وعلشان كده هؤلاء الأندلسيين، الأمة الأندلسية طورت لغة سميت فيما بعد لغة المدجنين، أن هي لغة بتكتب بحروف قشتالية لكن الألفاظ عربية، يعني زي لما نكتب ما يسمونه دلوقتي الفرانكو عرب، يعني اللي انت بتكتب الكلام العربي بألفاظ الحاء تكتبها سبعة. طبعا ده ايضا دليل على انه نشأت اجيال ما بقتش قادرة تقرأ اللغة العربية. وطبعا من السلبيات ان الكتاب اللي كتبه الجد يختلف في مستواه واتقانه عن الكتاب اللي كتبه الحفيد. احنا قدام اجيال عمالة تتناقص المعرفة العلمية الاسلامية قدامها. لكن بعضهم كمان هرب، عشان بس انا بقول الحاجات اللي انت قلت بيها ازاي عرف يقاومه، قاومه بالكتب. نعم. قاومه بالتعليم نفسهم، لكن قاومه كمان بعضهم بانه هرب من اسبانيا الى المغرب كما ذكرت. نعم، هؤلاء اللي استطاعوا يهربوا من اسبانيا الى المغرب، بل هناك محاولات في غاية الجرأة. يعني في مؤلف للمسرحيات مثلا حاول يخترق الجهاز الإعلامي زي ما نقول كده، وعمل مسرحية عن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا أوقفتها محاكم التفتيش، وفضلت تدور على مين المؤلف ده، فادعى إنه هو يعني دي مسرحية تاريخية، وإنه هو نقل الجزء ده من مؤرخ مسلم. في ناس بدأت تسعى قانونيا، لأن أنت قدام برضو نظام قانوني، وأنت لازم تبقى عارف إنه ما فيش علاقة بين العدل وبين النظام القانوني. في النظام القانوني ممكن يبقى نظام للظلم يعني. ففي ناس اتعلمت المحاماة علشان تبقى فاهمة الثغرات القانونية اللي ممكن تدافع بها عن المسلمين. في ناس في ظل هذه الأجواء كانت تدعو إلى الإسلام. زي تصور هذه مخاطرة وشجاعة. الراجل الغني اللي انت ذكرته هنا. الراجل الغني ده واحد أنفق كل أمواله على تعليم المسلمين، وكان عامل كده زي تنظيم سري وزيارات سرية يزور بها القرى الإسلامية، فيقعد يعلم الناس ويعمل مدرسة لتعليم المعلمين، يعني بيحاول يحافظ على كيان تعليمي، يخرج معلمين يعلموا الأسر، لكن بعد ذلك هو تم اكتشافه واستطاع الهرب. لا بس لا، أنا بس أقف عند الراجل ده. أنا لما جيت عند الراجل ده في الكتاب استغربت جدا، توصفته بأنه راجل غني من الوسائق بتاع المستشرقين. نعم. هو كان مش في حاجة لده كله، كان ممكن يحافظ على أمواله، وانت أشرت لده، لكنه تخصص في نشر الإسلام. نعم. وقلت جملة غريبة، انه هرب وقبض عليه في أسبانيا أو في الجزائر. لا، هو هرب إلى الجزائر، لم يقبض عليه، هو هرب قبل أن يقبض عليه. أنا فهمت انه تقبض عليه في الجزائر. لا لا لا. وسألت نفسي ازاي. لا لا، هو هرب قبل أن يقبض عليه. وده الراجل بقى اللي كان نزل في الصحراء الجزائر يدعو الإسلام برضه. لا، دول جماعة تانيين، لأنه برضه من مآثر الأندلسيين الذين هاجروا أنهم نشروا الإسلام في مناطق بالمغرب ضعف فيها الإسلام. يعني مدينة تطوان المغربية دي مدينة أنشأها الأندلسيون المهاجرين،
وبكل ما فيها من العلم والحضارة تقريبا يحسب على الأندلسيين. مناطق وعرة بالجزائر كان قد قل فيها الدعاء، نشر الأندلسيون فيها الصحاري. أنت بتوصف صحاري، بقاع في الصحاري، نعم، وحتى صعب الواحد يوصل لها، نزل فيها بعض العلماء الأندلسيين ونشروا فيها الإسلام. نعم، هذه من مآثر الأندلسيين. بل ومن أغرب ما رأيته أنه بعض المسجونين المتهمين في محاكم التفتيش كان يدعو إلى الإسلام المساجين اللي معاه. المساجين اللي هم من اليهود مثلا أو من البروتستانت أو حتى من الكاثوليك المتهمين ببدعة أو إلحاد. مش غريبة دي يا محمد؟ ده رهيب. أنت ذكرتها في الكتاب وأنا استغربتها. لا والله أنا لو لم تذكر في مصدر مستشرق وينقل عن سجلات محاكم التفتيش أنا ما كنت اعتبرتها مبالغة من مؤرخ مسلم متعارف. أنا اعتبرتها مبالغة منك، واحد داخل سجن محاكم التفتيش ويدعو إلى الإسلام ويدعو الإسلام ويدعو للإسلام ويعلم الناس الشعائر وازاي الصلاة وازاي يعملوا العبادات والشعائر الإسلامية. ده كان نقلا عن سجل، ده نقلا عن كتاب المستشرق الإسباني لوي كاردياك المذكور. وهو هذا الكتاب هو رسالته للدكتوراه منقولة من وثائق محاكم التفتيش. شيء عجيب جدا. ثبات يعني عجيب جدا. نعم، مدهش، أمر مدهش فعلا. فالمهم القصد بقى هنا انه يعني التمسك الاندلسي بالدين امر ربما غير مسبوق في هذا الباب، ان دين يفضل يتوارثه بعض الناس الى مده 4 قرون، وان هم في كل هذه الاوضاع تخرج منهم هذه يعني البطولات والبساله، فضلا طبعا عن اللي عملوه من ثورات، فضلا عن محاوله الكفاح، لان في ناس بعد ما ايوه اسالك على دول. انت كاتب هنا فشل الاسبان في تنشئه تطهير المسلمين، فشل الاسبان في اغراء او ترهيب الاسلام المهندسين دخول الاسلام المسيحيه، الاحتفاظ بالكتب العربيه، عوده بعض من تمكن من الهجره الاندلس ليجاهد فيها، علما بانك ذكرت ان بعض الناس دي كانت بتخرج بصعوبه من صحيح القصه دي. طب ازاي بقى خرج بصعوبه ويرجع تاني؟ اول مكان بيبقى فيه متنفس ان في حركه مقاومه او جهاد نشبت تاني في الاندلس كان بيرجع علشان يشارك في حركه المقاومه والجهاد، لانه حصلت بعض الثورات من اشهرها ثوره البشارات الاولى وثوره البشارات الثانيه، فعاد اليها بعض الناس لكي يشاركوا فيها. واحنا شفنا في عالمنا ده ان في ناس بعد ما تمكنت من الخروج من مصر رجعت من مصر تاني علشان تخدم الثوره يعني. طيب عشان الوقت ما يعديناش، والوقت بقى 10 دقائق، لكن في النهايه نجح الاسبان ان هم يعملوا أيوة. الحقيقه هذا هو الدرس الاهم من محنه الاندلس. احنا مهما افتخرنا باجدادنا اللي فضلوا محتفظين ومتمسكين، فلازم نبقى عارفين ان الامه الاندلسيه كامه اختفت وانصهرت وذابت فعليا تحت القهر الاسباني. فلازم نبقى يعني شايفين انه مهما كان في بعض الناس عندها القدره والصلابه، الا ان الناس بمجموعهم وبطبيعتهم لا هيبقوا مقهورين ويدخلوا في حكم الغالب. يعني الاندلسيين اللي احنا ذكرنا هذا عن عظمتهم هم اللي ظهر فيهم خونه برضو، هم اللي ظهر فيهم متسلقين. احنا قلنا اول ناس خانوا كانت النخبه الحاكمه، لكن بعدين وجد من اراد ان يتقرب الى السلطه الحاكمه، فكان يبلغ عن اخوه وعن امه وعن ابوه وعن اخته علشان يتقرب للسلطه الحاكمه ويقول لهم دول مسلمين في السر وانا سمعتهم بيقولوا الحمد لله ومحمد صلى الله عليه وسلم مثلا. وجد كذلك ينتشر العرافين والدجالين والمشعوذين، انتشرت في هذه الأمة الإسبانية الناس اللي بتقول لك إيه يعني رأينا في الرؤى أو رأينا في النجوم أو رأينا في الطوالع إنه إيه خلاص بقي كام سنة والانقلاب يسقط مثلا بنفس المعنى. نعم وجد هذا، وجد الناس اللي رأت رؤى، والناس اللي قالت خلاص ده المهدي ظهر، والناس اللي قالت ده انا واحد سافر مثلا للدولة العثمانية فرجع يقول خلاص الجيش العثماني جاي ورايا. بيكثر الدجالين والمشعوذين. والحقيقة يعني طبعا بعد الانقلاب كانت كثرة الرؤى، لو انت متابع في ناس كتير بقى شافت رؤى ان الانقلاب هيسقط وكده وتبثها يعني. فلم افهم معنى ان الرؤى دي اكثرها حديث نفس واكثرها تضليل يعني. طبعا الرؤى حق، نحن عارفين ان الرؤى حق، لكن بين الرؤية انها تكون صحيحة وبين انها تؤول تأويل صحيح مسافة واسعة من التأويلات، وان الرؤية ممكن تكون حديث نفس. فالاندلسيين مثلا كان عندهم احلام كتير جدا بان محمد الفاتح هيجي يحررهم،
او ان ابنه بيزيد الثاني او ان حفيده سليم او ابن حفيده سليمان القانوني، كل دول الاندلسيين فضلوا مستنيين العثمانيين يجوا ينقذوهم، وكل ده بيصاغ على هيئه رؤى على هيئه رؤى ومنامات، واحيانا يقولوا ظهر المهدي، ويقول لك مثلا المهدي هيبقى له علامات معينه زي انه كلتا يديه هيبقى فيها 6 اصابع، ويطلع واحد يقول ده انا شفت في الميريا واحد ايديه 6 اصابع وفيه علامات المهدي، او واحد يقول انا شفت تفسير بيقول ان ابن المهدي ان المهدي ده هيبقى واحد في الجيش العثماني. يعني بينتشر في الامه المستضعفه ده، يعني انه بيحصل تنويم وتخدير الناس تحت الهزيمة، بتنشأ فيها هذه الصفات السلبية اللي بتخلينا عايشين في الوهم وعمالين دايما منتظرين المخلص، ويقل عند ذلك العمل. الإنسان يعني يواسي نفسه بالأحلام والأوهام. فهذه من الأمور التي تظهر في الأمة المستضعفة. الحاجة التانية إن في بعض الناس بتوصل للضلال تحت هذا الموضوع، يعني في مثلا مسلمين تنصروا وده مفهوم، لكن في مسلمين تهودوا. تنصروا مفهوم عشان بس نوضح الناس، مفهوم يعني لان الفئة الغالبية المسيحية، هي المسيحية، لكن في مسلمين تهودوا دخلوا في اليهودية. ما هو ده بقى ايه من الضلال الذي تعانيه أمة مهزومة. يعني هو كده كده اليهود ما هو برضه مضطهدين، مضطهد زيك ومضروب زيك، وفي مسلمين تحولوا الى البروتستانتية وهي برضه فئة مضطهدة ايضا. فهو بيحصل في ذلك الهزيمة بتولد نوع من عدم الثقة في الأفكار والقناعات، وعلشان كده هتلاقي بعد الانقلاب العسكري بيحصل فعلا موجة من الشك في الإسلاميين، بل والشك في الإسلام نفسه. وبتظهر موجات الإلحاد. يعني دلوقتي أكيد يعني كلنا شايفين مصر بتظهر فيها موجات إلحاد، كذلك حتى في السعودية وبلاد الحرمين وفي غيرها بيظهر موجة من الانحلال الأخلاقي. يعني كتير خلعوا الحجاب، كتير بدأوا يتبذلوا في الملابس يعني الثقة. عارف انت دائما المغلوب مولع بتقليد الغالب، دي قاعدة ابن خلدون. فطالما الغالب ده كان يعني مثلا لو احنا قلنا طالما كان سكري ومنحل ومتبرج وخلاص بيبقى ده نموذج مغري. ما هو برضو هو هنا المغلوب بيسأل نفسه سؤال، هو ترامب السكري وبتاع ستات وجو من ده اوكي، بس بقى رئيس امريكا، وامريكا بقت احسن دوله في العالم، صحيح، انا بقى عملت ايه باسلامي بقى ورايح جاي على المسجد؟ هو ده السؤال اللي بيبقى بدايته بيوصل في النهايه الى الشك في الاسلام نفسه. وده بيحصل، فلازم نبقى فاهمين بس ده علامات الامه المغلوبه، دي علامات الامه المغلوبه طبعا. وعلشان كده يعني اكثر شيء يساهم في نشر الافكار هو الانتصار. طبعا اكثر شيء، وهذا في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مش العكس، يعني مش الناس يدخلوا الأول أفواجا وبعدين يجي بهم النصر، لا، لما يأتي النصر يدخل الناس في دين الله أفواجا. وكأن هنا يا رب لازم عايز يقول إن الجماهير دي، نعم، زي معلش زي بعضه أنا هربط ربطي ربما تعسفي، زي ما قال جوستاف لبون، الجماهير دي تبقى أنثوية مع الغالب. يعني دي طبيعة الناس في كل زمان ومكان، دي طبيعة الناس في كل زمان، الناس أتباع من غلب، والعرب تقول الناس على دين ملوكهم. صحيح. نعم. والقول المشهور للشافعي رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، وهكذا، فطبيعة الناس أنها مع من غلب. فالدرس الأهم في المحنة الأندلسية أن ممكن الإسلام يوجد في بلد ويستمر فيها 8 قرون ويعمل فيها حضارة زاهرة، ومع ذلك إذا غلبت هذه الأمة يختفي الإسلام من هذا المكان. فمحدش يعني عايز اقول ايه، محدش يستخف ويستسهل ان مكان من الاماكن او دوله من الدول تنحرف فيها السلطه عن الاسلام، بس لا، محدش يستخف بكده، ده اثاره خطيره جدا لدرجه ان فعلا الاسلام ممكن يختفي من هذا المكان. ده يخليني بقى انقل، خلاص قفلنا الاندلس الى حد ما عشان ننقل. يعني ما حدث مع الأندلس يا أستاذ محمد وهي دولة دخلها صقر قريش عبد الرحمن الداخل ثم تحولت إلى الإسلام ثم أصبحت مسيحية الآن؟ ده خليني أسألك سؤال، هل هذا القول ينطبق على هذه الأرض التي نجلس عليها القسطنطينية؟ نعم ينطبق عليها، نعم ينطبق على كل أرض.
طيب لا يعني لا بس خلينا اقول لك عشان هدخل على القسطنطينية. تمام. يعني بس بفتح معاك سكة عشان بعربن معاك عشان نتكلم عن القسطنطينية. هذه كانت عاصمة البيزنطيين. نعم. وكانت قلعة من قلاع الحضارة في العالم، وحتى ليها احنا درسنا في الفنون الجميلة طراز معماري اسمه البيزنطي. نعم. ومع ذلك لما فتحها محمد الفاتح تحولت للإسلام. صحيح. والإسلام فيها من سنة 1400 وحاجة 1453 إلى الآن أو إلى ما شاء الله. هل يمكن أن يكون ما حدث أو ما حدث في أسبانيا أن يحدث مع القسطنطينية؟ قبل تتكلم خليها دي الحلقة الجاية عشان وقت فات والذكريات، خليها مع الحلقة الجاية نتكلم على القسطنطينية وناخدها من منظورك أنت. يعني معرفش فاروخ التاريخ بيتكلم عن القسطنطينية ولا لا، في موضوعين ثلاثة كده مش كتير يعني، بس ما فيش مانع نتكلم عن القسطنطينية. يعني يعني في موضوعين اديني موضوع منهم كده. كنت اتكلمت عن فتح القسطنطينية كما وصفه المستشرقون الغربيون، ازاي الفاتح فتح القسطنطينية. وهل تختلف الرواية دي عن الرواية اللي احنا بنسمعها؟ لا ده بثبتها انه وشهد شاهد من اهلها. المؤرخين الغربيين وصفوا فتح القسطنطينية ووصفوا محمد الفاتح بما يجعله بطلا اسلاميا كبيرا. طب هو كان عنده 24 سنة فعلا؟ نعم عنده 21 سنة يعني في ذلك الوقت. مش قادر افهم يا استاذ محمد ازاي شاب عنده 21 سنة يفتح قلعة حصينة من قلاع الحضارة الغربية. لانه لسببين رئيسيين. السبب الاول انه تربية الملوك والسلاطين في العالم الاسلامي كانت من البداية بتعد الابناء لكي يكونوا ملوكا، فمن من صباه ومن نشأته الاولى بيتم تلقين مبادئ الفروسية والسياسة وأكثر من لغة والفقه والأنساب وهذه الأمور، وهذا توفر لمحمد الفاتح. الحاجة الثانية إن ده مشروع الدولة العثمانية. مشروع الدولة العثمانية ومن قبله مشروع الأمة الإسلامية فتح القسطنطينية، فغرس فيه وهو صغير أنه ينبغي أن يكون هو فاتح القسطنطينية، زي ما حاولها جده من قبله وزي ما حاولها جده من قبله، فينبغي أن يفتحها هو. فلذلك بمجرد ما تولى الخلافة كان مشروع فتح القسطنطينية مهد له فكريا وعسكريا، وبقي محمد الفاتح لكي يستكمل هذا المشروع. يعني بس خليني كلمة مهد له دي فيها دي مبنية المجهول. نعم مهد له يعني بالدولة العثمانية من قبله. ما انا فاهم، بس انا قصدي اقول يعني منهج مهد له دي بقى منهج داخل فيه قصص عن الابطال وعن جدود الابطال وعن الفتوحات العظيمة وعن فشل من سبقوه في الفتح. نعم. وعند فضل الفتح احنا بنتكلم في 850 سنة المسلمين بيحاولوا فتح القسطنطينية. 850 سنة؟ 850 سنة. يعني اول محاولات فتح القسطنطينية كانت في زمن الدولة الاموية. تمام. وظلت اللي استشهد فيها الصحابي ومنها الصحابي ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري رحمه الله استشهد على اسوار القسطنطينية. طب ما تخليها دي بقى الحلقة الجاية. طيب. وناخد دروس على تربية الابطال. يعني صح هنخش من التاريخ، لكن ناخد دروس على ازاي. تعرف تفكرتني يقال ان ابو كينيدي كان مخطط ان ولاده الثلاثة يبقوا رؤساء جمهورية امريكا، وكان بيقنعهم او بيشربهم المفهوم ده. يعني قصدي اقول الفكرة انك انت لو ربيت ابنك او ولادك على رسالة او حاجة يوما ما هتحصد ثمار ده او على الاقل جزء منه. نعم. فاحنا عايزينك تقول لنا بقى ازاي تربى هذا الشاب اللي بقى 21 سنة فتح الحصن المنيع ده. الله المستعان. ان شاء الله نشوفك الحلقه الجايه. بشكر حضرتك الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. بشكرك. الله خير. وان كنت فرضت عليك الموضوع انت ممكن تقول لا انا حابب اتكلم في كذا. لا ابدا، احنا يعني مساحه تاريخنا مساحه واسعه. انا بس عايز اقول انه اللي احنا برضو بنتكلم فيه هنا في التلفزيون هو قشور القشور، يعني هي الحاجات البسيطه طبعا. جدا طبعا. انما يظل بقى العلم نفسه في الكتب وعند المتخصصين. يعني احنا دلوقتي بنلقي اضواء بس على الموضوع. مطلوب يعني. نعم. انت في التلفزيون بتقدر تعمل اكتر من تبسيط للعموم يعني. لكن هل انا فرضت عليك الموضوع؟ لا بس الموضوع شيق ما فيش مشاكل. اصل انا ربطته بس بالاندلس يعني. نعم. عبد الرحمن الداخل فتح الاندلس، ظل الاسلام فيها فتره، نجح القشتاليين انهم يفرضوا عليها المسيحيه ويمحوا كل اثر اسلامي وظلت لحد دلوقتي. هل ده ممكن يحصل على نفس النموذج على القسطنطينيه او الاسلامبول او دار الاسلام؟ ده اللي ممكن نعرفه المره الجايه ان شاء الله. اشكرك جدا يا فندم. جزاك الله خير. أنا شخصيا ببقى سعيد والله بالفقرة دي جدا جدا جدا، وسعيد بوجود الأستاذ محمد الهامي اللي الحقيقة يعني بيخصص وقته ده عشان يبقى معانا وبيحافظ عليه، وإحنا كمان بنحافظ على وقته ده معانا. إن شاء الله الفقرة دي تستمر إلى ما شاء الله.
إلى أن ألقاكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة من مصر النهاردة. أردد برضو كلمة الأسير أحمد عارف، وأتم الثورة لله، ونزل مزيكا لخمي، لكن تصبحوا على خير. ياللي انت اسمك من وريدي ومهومي، بحلم أفتح ألاقي ليلك راح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكرة كان أصله طالع في مصر النهارده.